Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous des visages qui ont porté très haut les couleurs de l'équipe nationale et les couleurs du Maroc. On remercie aussi la fédération, le président des Canadiens, Olivier Giroud, les Canadiens, Washington Giroud, la concentration. صراحه شي حاجه اللي فكر الرئيس ملي سولني قال لي واش نقدروا نديروها. قلت الباب ديال المنتخب ديما محلوله سورتو على لي زانسيان وديما كنعاودها اللي داز تا هو كتب ليستوار ديال المغرب وحنا ما خصناش نساو الخير اللي داروا في هذه الفرقه وتدري اللي ديال دابا خصهم يعرفوا كان ليستوار قبل وهما اللي كيكتبوا ليستوار ديال المغرب ديال كره المغرب. دونك سي ان ليان فحال اللي كنقولوا حنا ديما كنبغيو نبنيو العائله. اي واحد كيبغي الفرقه ديالو في المغرب ولا على برا حتى كاين فرقه اللي كتجمعنا هي المنتخب وهاد الجو اللي بغينا نحتيو سورتو قبل لا كوب دافريك. علاش فحال اللي كنقولها ولا ماشي مجموعين ولا ما كنحتوش ديك لا ريسبونسابيلتي وديك لو ريسبي لي زانسيان جوار والجمهور ما غاديش نقدروا نزيدوا لقدام. ملي كتشدوا الكره كنقول يا ربي يا ربي واش عاد معنا كيف ناصر بصراحة أولا بغيت نهني جميع الملك المغربي لكرة القدم وعلى رأسها سي فوزي الخجع وكان تكريم رائع واستقبال رائع ولاعبي الفريق الوطني كبروا بنا ربي يكبر بهم وكان داير جو عائلي وبصراحة نتمنى لهم التوفيق ويا ربي يا ربي إن شاء الله كوب دافريك 2025 ديالنا وعلاش لا كوب ديموند 2030 وعاش الملك وديما المغرب. جميع الخدماء تبارك الله عليهم اللي فكروا فينا بعدا وجينا باش نشوفوا هاد اللعابه القريب اللعابه الصغار تاع الفريق الوطني اللي راهم غادي يتحسن وكيحققوا نتائج ايجابيه. كنشكروا هاد الناس اللي داروا هاد المبادره الناس ديال الجامعه على راسهم السي فوزي الرجع وحنا فرحانين ملي جينا قرب بعدا شفنا هاد اللعابه قرب.